بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد ودي إيمان وندمه توتشي عباتنا توتشي إنه سلا أمنات ويمسلا عقيداتنا إيمان من نارا وتكتاتي كفل لا ينقين يالن أون بزيك في الله يالف بالف يجمرون نون نتب أيايزا نكتر على إن شاء الله. هردتني توحيد لسوست نمي كفلنا يمجمرون أيتنا التوحيد الربوبية يهي مشركو تشمكان يامنو بتال مسارتاوي أمنت نوبلنا نقر قم بزي بيتشاما من ميامت أولو تيلم مي ودمي كترونات كلا الشقاق قرو بستقر بلنا يهي نيوم من دنو الله بأملكوت بيتشا نيامادرك كنيام نسارو تقبارات ألا በእኛ ተግባራት የአላህን ብቻኛ አምላክነት ማረጋገጥ ነው። የትኛው ተግባር? እሱን ብቻ እንድንጥል ያዘዘን ተግባራት አለ። አምልኮት የምንለው ማለት ነው። የአምልኮትንም አንዳንድ መሳሪያዎችን ተመልክተናል። የሰው ልጅ የተፈጠረው ጅንም የተፈጠረው አላህን ለማምለክና ለመገዛት እንደሆነ ጥበብንም ተመልክተናል። طيب የተውሂድ አንገብጋቢነትና አሳሳቢነትን እንደምናይ ተነጋግር ነበር ያቆም ነው። ተውሂድ አልኡሉሂያ በተለይ ይሄኛው የተውሂድ ክፍል በጣም አንገብጋቢ ነው። አንገብጋቢና አሳሳቢነቱ የቱ ጋር ነው የሚገለጸው ከተባለ አንደኛ لأجله خلق الله الجن والإنس ሰውና ጋንንትን የመሰሉ ፍጥረታትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረበት ዋናው አብይ መሰረታዊ ምክንያት ለዚህ ብሎ ነው። ምን ለማድረግ? አላህን በብቻነት እንድናመልክ ነው። وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ይሄ ነው ትልቁ ዓላማ። አላህ የሰው ልጅና ጋንንትን የፈጠረው ለዚህ ብቻና ብቻ እንደሆነ ነው የተናገረው። ይሄን የማሳካት ግዴታ አለብን ማለት ነው። ይሄ አሳሳቢነቱና አስፈላጊነቱን ያሳያል። ሁለተኛ انه الفارق بين الموحدين والمشركين اللهم ببቻይነት የሚያመልኩና በአጋራውያን መካከል መለያ ነጥብ ነው። አማኝና ኢአማኞች መካከል መለያ ነጥብ ነው። ምኑ? ያምልኮት ጉዳይ። وعليه يقع الجزاء في الاولى والاخره በዚህም ዓለም ይሁን በወዳኛው መጨረሻው ዓለም من دام يكفلو ممن الدو سو يهن مسارت بمارق نونو سلزي والسان ينقر نو مالتنو فريق في الجنة وفريق في السعير يتوسنوا الجنة يتوسنوا جهنم يبالو من ليو بزينو وامتازوا اليوم أيها المجرمون إن أنت عماسيان تلي وزاري يبالالو ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم إلى الله لبلو ألم أعهد إليكم يا بني آدم إن أنت يا آدم لجوت هوي أدرى على الكواتشوه منه شيطانا أتملكو لأن أنت كأندينيات ألاتنا على الكواتشوه وأن يعبدوني هنين بيتشاتا قزوين هذا صراط مستقيم هي كتتن يوما قدنو تكلن يوم قدانا على الكواتشوه منه إلى ولقد اضل منكم جبلا كثيرا بركات تولدوتشن اطممول شيطان افلم تكونوا تعقلون تنشن كانت تستنتم نبر سوستنيا توحيد يهنيا توحيد كفل اللهم ببتشينت يمملك توحيد الالوهيه اساسا بنت ليلا مندنو لاجله ارسلت الرسل وانزل الكتب يهن توحيد لما رغاغت سيبالنا ملكتنيوچ يتلاكوت مصافتوچ ميوردت كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله سبحانه وتعالى بالقران لمن بيان داندو حزب لا بكتتام يهم بتزاواري بيان داندو حزبنا امه لا ملكتنيا لكنال الى الله من اينت ملكت اسيزن ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله انت غزونا طاغوتاتن راقو يميلو ملكت اسجبطن بيان داندو حزب لا ملكتنيا لكنال يا ملكتنيا وملكت مندنو اللهن أن اعبدوا الله اللهم ببتشينت أملك واجتنبوا الطاغوت طاغوتات راكو طاغوتات من مالت مننا كل ما عبد من دون الله كالله وجه من ملكا أكال هلو تو راكو ومالتني تلاكوت الله نبقلت القرآن ما يسكمته وقال تعالى انقريه ملكتني يا سيمتا فمنهم من آمن ومنهم من كفر يتوسنوا التقبلوا ليتوسنوا كدوا وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا
فاعبدوني هي الله سبحانه وتعالى ملكتني ملكتنا يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول كانت بفيت ماننيان ملكتني اسقدمن علاكن ودسو يهن راي باوردنلت انجي راي مندنو يميلو انه لا اله الا الله كالله انه كالله بستقر ولتني املكوت ميجباو يلم فاعبدوني انهم بتش املكوننا تجزون بميلو ملكت لاي يهن ملكت مسرات ادرغن لاكناتشو الى الله سبحانه وتعالى. طيب ايه توحيد يميبالو وانا وقالوا من دنو لا اله الا الله كلمة التوحيد هو لا اله الا الله. وهب ابن منبه من قالت هنا من هنا لا اله الا الله كو يا جنة قلفنا من على ما ننيا ومقلف ترس كالله ومكفتا زنبرو اي كفتم ترس لنورو يكبال اذا معنى وماوك ترسوتشن وماوك يسفل لقال معنى لا اله الا الله يتوحيد قالنا معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله كالله بستقر بونت يميجبو يميجزوت املاك يلم املكوت يميجباو يلم لا اله الا الله مالت لا رب الا الله مالت الا الله بتشانو جيتا مالت الا لا خالق الا الله لا رازق الا الله بتشا مالت الا አካታች ይሄን የሚያካት ይሄ መልክ ያቀፋል እንጂ ዋና መልክቱ ይገን ይሄ አይደለም አው ካላህ በስተቀር ፈጣሪ የለም ራዚቅ خالق الله ነው نعم لا شك ይሄን ማመን ይግድን ይሄን ያላመነ ሙስሊም ሊሆን አይችልም በመሰረቱ ነገር ግን ምንድነው لا اله الا الله ማለት لا معبود بحق الا الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين انداله نبي الله ابراهيم مسوتن الله انديجزونا كتاوت انديركون يعززت الله هين قال وجعلها كلمه باقيه في عقبها هيك اري قامي قال ادرغوتال لا اله الا الله معنى ما يسينا لا اله الا الله ولت ركنوتشالوت ولت قدمه هنا ولت مسرتاوي كفلوتشالوت يمجمراو نفي نو ولتنياو اثبات نو لا اله يميلو افراش نو አፍራሽን አረጋጋጭ ቃልአለ ሁለቱንም ይዟል የዚህን ጊዜ ነው ተውሂድ የሚሆነው አፍራሽነቱ ምንድነው لا اله የሚለው ቃል ነው ግማሽ ፓርት ይሄ ምንድነው ነፊው جميع ما يعبد من دون الله كالله وجه يملكه هنا قال ሁሉ ያፈርሳል ወርቅ ያረጋል አረጋጋጭስ الا الله اي املكوት لله ብቻ እንደሆነ የሚያረጋግጥ ቃል ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሁለቱ ሁሉንም ቃል አንድ ላይ ማለት ያለበት ስለዚህ አንዳንዱ ምን ይላል لا اله ሰዎች الا الله ይላሉ ይሄ ተገቢ አይደለም أبرو مالتي نربتان مكينات السنة في أن السنة إثبات بيتا تقبيا لله عند لا يمتعك قلب مهنو يتنسى مالتنا للاو كدما مسفرتنا ويواهب منبه نققر إيهنم يا ملكته كدما هنا يتاوتش قالت لا إله إلا الله زنبلو عيد الله ما عندسه لا إله إلا الله سلالة بيتا جنتي قبل مبالو يليكون اسمه مالاتي اللبت نقر على أن زيهن سبات ويمسمنت نتوش بزرزر ميوك أيوك بتكبار مع الرقاقتك شالقن بكينا عندنا علم انه لا اله الا الله معناه ما وكيل يطبق بهذا الهندسه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ان قال الله سبحانه وتعالى ሁለተኛው يقين ነው እርግጠኝነት ነው ይሄን قال በሚልበት ጊዜ እውነተኛ ከልቡ በመጣ እርግጠኝነት መሆን መቻል አለበት ተጠራጣሪ ከሆነ ዋጋ የለውም ሶስተኛው اخلاص ነው ይሄን ነገር قالን ሲል ለአላህ ብቻና ብቻ ብሎ መሆን መቻል አለበት ان يخلص ذلك لوجه الله تبارك وتعالى አራተኛው አስድቅ ከምሩ በእውነተኝነት ነው ይሄን ቃል ማለት ያለበት ለመዋሸት ሰዎች እንዳይገሉት ፈርቶ ለመከላከያና ለመደበቅ ውሸት ነው ተቀባይነት የለውም ነው አምስተኛ አልመሐባ ቃሉንም ይሁን አላህን ስብሐነ ወተዓላ ወዶ መሆን አለበት በፍቅር በውዴታ እየጠላ ከሆነ ዋጋ የለውም ነው ስድስተኛ አልእንቂያድ መመራት ለዚህ ቃል የተመራ መሆን መቻል አለበት መመሪያ አለ ለኢላህ ኢላላህ ውስጥ መመሪያዎች አሉ። እነዛ መመሪያዎች ተግባሪ ማድረግ አለበት። ሰባተኛ አልቀቡሉ ለሃ መመሪያውን በጸጋ መቀበል አለበት። ማዕናውን በጸጋ በደም መቀበል የመጀመሪያው መመራት ነው። ይመራል ለመመሪያው ከዛ መቀበል ነው። ስምንተኛ አንዳንድ ዕለሞች የሚጨምሩት يعني ከአላህ ውጪ የሚመለከውና ካል ውድቅ ማድረግ ነው። نفي ما عبد من دون الله لا اله الا الله تلك درجه الله لا اله الا الله يا رغاغت تكبار يا درغسو تلك درجه الله من حقق لا اله الا الله لا اله الا الله بتككل بامنتهم يهم بتكبار درجه يا رغاغت
بتككل تكبارا ويادرقسو وأتى بشروطها قدمه هنا يتاونا مسفرتون ياموالها وابتعد عما يناقضها أم يبلاشون نمي تسرروا له كمي تسرروا كراكة أو يخلوا بها وكمي يقول له يراكة فإن له الجنة من دنه وطيته جنتنا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. الله جنة كمي تدرت يادرقان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتن يا من إلاله ما من أحدين ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار رواه البخاري ومسلم. من إلى اللي الله ملك تنها ما نن يوم سو كالله بستكر ونتنى أملاك إن دليل يمسكر عالو. محمد يا الله ملك تنيا مهنات شون يمسكر سيمسكرم كلبو بمنت شون تنينت يمسكر عندهن الله كأسات ارم بيادر قون جايك ارم ما مالتنا كأسات ارم يادر قوال كأسات ارم كونيتنا مقبيع جنتنا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم الجنة. وقال أيضا بخارينا مسلمة هنو بزقب وتحديث منها يا الله ملك تنيا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما نن يوم سو لا إله إلا الله بلو ما نن يوم باريا لا إله إلا الله بلو كذابها لبزاك وعمل يتسنتو كموتا جنة سايقبا عيكراتم يقبا تعلالو يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وآله وسلم ناو الديمان واندماتو تشي أبات الناتو تشي يه لا إله إلا الله ميبالو كعال كلال نقرأ لله اندى ترى مبطر يلبنا تلق نقرنا سلا الله كونم يا ورا يا الله بتنيا ملكنتنا يا ورا الرحمن الرحيم عزان يروه روه قيتا كال نبر نبت ياسقنيا حيالو رزاقو حيالو قيتا جل في علا سلسو من ناقرنا يسون بتنيا ملكوت امي الرقاق قتنا سلزيه لزيه لا إله إلا الله يالا انتكرت يلاك أنا يتنكر مهون ينوربتها اللي مالتنا يهن قريه كتنقاق قرن بوهلا قطعي ودى سوستنياو يتوحيد كفل ان الشاقر علن يهن مدقمو بكتعي كفل ان ملكت علن. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.